بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نختتم مع الاتجاه المعرفي أو الاتجاه المعنوي بأن نفترض أو نضع تصور لأهم الأسئلة التي يطرحها هذا الاتجاه حينما يتعرض إلى ظاهرة ثقافية. الحقيقة أن أهم الأسئلة اللي بيحاول هذا الاتجاه طرحها، السؤال الأول: ما هو الشكل الذي تتخذه الحياة الاجتماعية لجعل تصور معين للطبيعة البشرية مقنعا للناس؟ يعني الطبيعة البشرية طبعا لها تصورات متعددة، هل هي طبيعة قدرية، هل هي طبيعة فردية، هل هي طبيعة جمعية أو مجتمعية، لكن يعني في النهاية هناك تصور ما، تصور معين يطرح للناس على أنه هو المجال أو هو التصور المقنع للطبيعة البشرية. أحيانا على فكرة بيقترب هذا الأمر من النظريات السياسية والاقتصادية الكبرى اللي بتدير العالم النهاردة، الأفكار الليبرالية والأفكار الرأسمالية وغيرها. يعني على سبيل المثال في الأفكار الليبرالية هناك تصور واضح للطبيعة البشرية وعلاقة الإنسان بالإنسان وبالمؤسسات وما إلى ذلك. فالفكرة هنا كيف أمكن أو كيف يمكن ترويج هذا النمط للطبيعة البشرية على أنه هو النمط المقنع كي تتعامل من خلاله الناس. وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي فإنه الإقناع ليس هو الشرط الوحيد لمن يقومون بهذا الترويج. يعني اللي بيقوم بالترويج عادة ما تحركه مصالح، ما تحركه مكاسب معينة يسعى من خلالها لإقناع الآخرين بأنه هذا النمط هو الأفضل، لكن واقع الأمر ربما يكون مختلف. يعني السؤال الثاني: ما هو السياق المؤسسي الذي يحاول تفسير مفهوم معين للناس وإقناعهم به؟ والسياق المؤسسي هنا هو محاولة لاستكشاف هذه الخلفيات التي أشرنا إليها منذ قليل فيما يتعلق بالمصالح والمؤسسات والكيانات التي من شأنها مثلا أن تروج لي نمط حياة معين فردي، مثلا كالنمط الليبرالي. يعني النمط الليبرالي قائم على الفردية بالدرجة الأولى أو بامتياز، وهناك من يعتقدون أن في الترويج لهذا النمط مصلحة لكل الأطراف هناك، يعني أو على الأقل لفئات محددة. هذا السياق المؤسسي بالتأكيد بيلعب دور مهم في الترويج لهذه الأفكار، لأنه في النهاية السؤال الأهم في الاتجاه المعرفي: كيف يمكن أن يتم إنتاج ظاهرة ثقافية؟ يعني هل بالتعبير الماركسي البنية التحتية هي اللي بتنتج الظاهرة اللي هتكون موجودة في البنية الفوقية في الفنون والآداب والأفكار وما إلى ذلك، ويكون العلاقات الاقتصادية والاحتياجات في البنية التحتية هي دي السبب في هذا الإنتاج، ولا العكس ويكون الأفكار والمعتقدات الإنسانية هي اللي بتنتج هذه الظاهرة ثم يؤثر ذلك على البنية التحتية؟ يعني مثلا لما جينا قلنا إنه عدم تناول لحوم معينة كان ناتج للحوم الأبقار في الهند وفقا للمادة الثقافية كان ناتج عن ضرورة استخدام الأبقار في عمليات الزراعة في حاجة اقتصادية. هنا اللي كان المحدد كان عامل اقتصادي في البنية التحتية. لكن في نيبال لما قلنا انه المنحة استخدمت لتجديد احد المعابد ولم تستخدم لتناول الطعام والشراب وللقضاء على المجاعة، لا، يبقى هنا البنية الفوقية لانه ده معتقد وفكر أثر في البنية التحتية. فإيه اللي بيحصل بالظبط؟ ولا هل هما الاتنين بيأثروا في بعض؟ يعني العلاقة تأثير وتأثر، ومتى وأين يحدث
هذا التفاعل. الحقيقة طبعا يعني في بعض الأحيان لا توجد إجابات محددة ومقنعة وقاطعة، خاصة إذا ما كنا نتحدث عن أمر يختلف باختلاف الأماكن والتاريخ والجغرافيا والبيئة المحيطة والعوامل المؤثرة، وخاصة ونحن نتحدث اليوم ونحن أمام يعني حركة إعلام واتصالات غير طبيعية في العالم. ف يعني بالتأكيد لا توجد إجابات قاطعة، وإنما توجد يعني محاولات حثيثة للتعرف على الأنماط المختلفة للتفاعلات الممكنة في هذا الصدد. بهذا نكون قد حاولنا قدر الإمكان استعراض الاتجاه المادي والاتجاه المعرفي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاستعراض مفيدا قدر الإمكان، ولا تترددوا بطبيعة الحال في أي استفسار أو سؤال. شكرا جزيلا وإلى لقاء قريب.